وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله متحدثا عن بضعته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يقول: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله. وفي رواية أخرى: ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا. هذه الرواية كتلك الآية الشريفة تصلح أن تعد من الأدلة على عصمة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لكن قبل ذلك نقول بأن الاحتجاج تارة يكون على المخالف، وأخرى يكون للموافق والمؤمن. ونحن بهذه الرواية ونظائر هذه الرواية، وهي بالعشرات بل بالمئات، كتلك الآية بلحاظ ضم رواية علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية، نحتج أولاً على الموافق، ونحتج ثانياً على المخالف برواياتنا. أما احتجاجنا على الموافق فوجهه واضح، لأنه مؤمن وشيعي فيقبل الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، ويرى أن أمثال علي بن إبراهيم ثقات، علماء صالحين أبرار لا يكذبون. فالاحتجاج بالروايات على الموافق لا كلام فيه، لكن لعل الموافق لا يعلم هل الأئمة معصومون صلوات الله وسلامه عليهم أو ما هي درجة عصمتهم، فنستند إلى الروايات. فهذا على مقتضى القاعدة. فهذا أولا، وهو هدف متوخى ومقصود ومطلوب، أن نثبت للشيعي كثيرا من المعتقدات الحق بالاستناد للروايات. فهذا إذن مطلوب ذاتي وحق لا كلام فيه ويكفي ثمرة. ولكن نقول مع ذلك نحتج بهذه الرواية ونظائرها، لنا أن نحتج على المخالف، أي على أهل العامة المسمون بالسنة.
نحتج عليهم بهذه الروايات. لماذا؟ كيف؟ هم لا يقبلون التشيع، نقول فليكن، لكن العقل وبناء العقلاء يلزمكم بقبول أمثال هذا الاحتجاج. لما؟ لأن وجه حجية قول الرجل أو المرأة هو وثاقة اللهجة، بناء العقلاء على ذلك. فليكن مسيحيا هذا الطبيب أو هذا اللغوي أو ذلك الخبير في أي حقل من الحقول، الخبير في الإخبارات الحدسية والناقل للخبر في الإخبارات الحسية. إذا جاءكم مخالف أو جاء المخالف الشيعي لكن يعرفه بصدق اللهجة فأخبره عن سعر عملة من العملات وارتفاعها وانخفاضها أو عن حدوث حريق في مكان ما كخبر حسي، أو كان طبيبا فشخص له مرضا، فليكن مسيحيا، فليكن بوذيا، فليكن كافرا، الاعتقاد أمر ووثاقة اللهجة أمر آخر. لذا نحن نخاطب المخالفين كما قام به المرحوم السيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، احتج عليهم بما في كتبنا أيضا. أنت تعال ناقشنا في أن علي بن إبراهيم ثقة أو لا، هذا كلام معقول. ناقشنا في أن زرارة ثقة أم ليس بالثقة. أما الشيعي أو غير الشيعي ما على ربط بوثاقة اللهجة وصدق الرواية. ناقشنا في أن ابن أبي عمير الذي أجمع عليه الشيعة والسنة على وثاقته وجلالة شأنه، ناقش ثقة أو لا، فإن كان ثقتان فإن كلامه سيكون عندئذ حجة. إذن نحن نعم نحتج على المخالف أيضا برواياتنا الواردة في كتبنا حصريا وإن لم ترد في كتبهم، وغاية ما له من النقاش أن يبحث تاريخيا لكي يضعف ذاك الرجل رجاليا، يناقشنا النقاش رجالي وليس الأمر في دائرة الرفض المطلق، وعلى ذلك بناء العقلاء. إضافة إلى أن هذه الآية بتلك الضميمة، ضميمة تفسير علي بن إبراهيم التي نقلناها لكم، الرواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام حيث يقول في الآية إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر، يقول صلوات الله وسلامه عليه هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه الرواية نحتج بها على الآخرين لوثاقة علي بن إبراهيم، ولا مطعن فيه ولا مغمز في وثاقة لهجته لا من القاصي ولا من الداني، ولما سبق بيانه وما سيأتي أيضا من مطابقة مضمونها للقواعد والأصول. الآن نحن نستدل، نكتفي بهذا المقدار في هذا الجانب وإن كان يحتاج إلى بحث أطول. نحن نستدل بهذه الرواية التي نقلناها الآن وبتلك الآية بضميمة رواية علي بن إبراهيم على عصمة الزهراء عليها السلام، للموافق أولا بلا كلام وللمخالف بما أوضحناه من الوجه. نقول أما الآية الشريفة فللإطلاق الأحوالي والأزمان والأفراد فيها. الآية الشريفة تقول إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هل خصصت الآية الشريفة الإنذار الفاطمي بلحاظ الرواية؟ هل خصصت الإنذار الفاطمي بحالة دون حالة؟ هي إحدى الكبر وهي نذيرة من قبل الله سبحانه وتعالى للبشر، فهل قيدت الآية الإنذار من قبله تعالى عبرها صلوات الله وسلامه عليها بحالة دون حالة إطلاق أحوالي؟ هل قيدت بزمن دون زمن؟ كلا. هل قيدت بمصداق دون مصداق؟ يعني إنذارها حجة، إنذارها من قبلي رسالة لكم
في خصوص الشؤون الاجتماعية أو في خصوص الشؤون السياسية أو الحقوقية أو الخارجية أو الطبيعية والجيولوجية وغيرها، علم طبقات الأرض لم تخصص، الآية مطلقة إطلاقا أزمانيا أحواليا أفراديا. خاصة إذا لاحظنا أن المنذر، أن الذي جعلها صلوات الله وسلامه عليها نذيرا للبشر، في كل الحالات وفي كل الجهات له الولاية العظمى بالدرجة الأولى. ليست ولايته مقتصرة على حقل دون حقل، أو حجية قوله مقتصرة. أمثل بمثال للتوضيح، لو قال المولى بأنه بعثت فلانا قيما عليكم أو رئيسا، إذا لم يخصص الرئاسة في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وكانت له الولاية في كل هذه الجهات، فلو أطلق لكانت القيمومة والولاية عامة تامة. إذا الرسول صلى الله عليه وآله جعل شخصا واليا ووليا وقيما على مدينة، فإن الولاية عامة تامة إلا لو استثنى. الله سبحانه وتعالى يقول إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، فحيث أن الجاعل من حيث كافة الجهات ذو الولاية المطلقة الأحوالية الأزمانية وكذلك الأفرادية، وحيث جعل شخصا نذيرا بدون أن يقيد، فالإنذار تتسع دائرته لكي تشمل كافة الجوانب، ولا يكون ذلك إلا بالعصمة. القرينة الأخرى هي المضاف إليه، نذيرا للبشر، المضاف إليه اللغوي مو النحوي، نذيرا للبشر. تارة يجعل شخص نذيرا لشخص، فتتحدد دائرة إنذاره وحجيته بالقياس إلى ذلك الشخص، أما غيره فلا. تارة يجعل شخص نذيرا لطائفة لقوم، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها نذيرا للبشر. ولا يعقل بالنظر لقاعدة اللطف على ما فصل فيها، والرحمة الإلهية الشاملة، والحكمة الإلهية، أن يجعل الله بقول مطلق شخصا نذيرا بالإطلاقات الثلاثة بدون أن يكون معصوما بالعصمة الكبرى بأتم معانيها. هذا بعض الحديث، وللحديث تتمات. أما الرواية الشريفة، الرواية أيضا هناك وجوه لاستفادة عصمتها صلوات الله وسلامه عليها منها. الرواية تقول، أول نقرأ الرواية بكامل نصها من كتاب بحار الأنوار نقلا عن الخرائج وغيره، عدة مصادر أكو لهذه الرواية. الرواية للطافتها نقرأها بأجمعها ثم نستدل في موضع الشاهد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان، أي المحمدية، إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قال أي سلمان، والناقل الإمام الباقر: فوقفت بالباب وقفة حتى سلمت، فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوا، والرحى تدور من برا. يبدو سلمان كان شوية مأنوس مع العراقيين، هاي لهجة عراقية جوا وبرا، فاستخدم هاي الكلمة، هذا مصطلح عراقي. فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوا، يعني من جوا جوا الدار، نقول جوا وبرا، هو استخدمها. في اللغة المصطلح مو موجود، يعني كلفظة فصيحة عربية ما عندنا. المهم، فيبدو سلمان اعتمد على هذا الاستخدام العرفي باللهجة الدارجة. فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوا، يعني داخل الدار،
لكن الراحة في الساحة، فكان يشوف الساحة، أما صوت الزهراء عليه السلام من داخل الحجرة يسمعه ولا يراها. وما عندها أنيس، يعني الراحة تدور بيد غيبية، كماكو أنيس يعني هو الذي يدير الراحة، فإعجاز واضح وكرامة ظاهرة. إلى أن يقول في آخر الخبر، لأنه سلمان جاء ونقل الحديث والخبر وما رآه وسمعه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا سلمان، إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى مشاشها. المشاش هو أطراف العظام اللينة، سواء في المرفقين أو في الركبتين أو غيرهما، على تفسير، هناك تفسيران لمشاش، إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله. تصوروا هاي الكلمة، ففر، من ينطق بها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلمة تراد قد وزنت بأبلغ ميزان وبأدق ميزان، وتراد بأدق معانيها بدون جهل لأبعاد إطلاق مثل هذه الكلمات، كما هو فينا جار، لكن الرسول صلى الله عليه وآله يستحيل فيه ذلك. ففرغت لطاعة الله، فبعث الله ملكا اسمه زقابيل فأدار لها الرحى، وكفاها الله مؤونة الدنيا مع مؤونة الآخرة. وفي رواية أخرى يقول: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا. هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على عصمة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أولا بلحاظ قوله صلوات الله وسلامه عليه: ملأ الله قلبها إيمانا وجوارحها إيمانا. ملأ الله قلبها، الكلمة الأولى، إيمانا، من امتلأ قلبه إيمانا حقا لا يعقل أن يعصي، لأن من يعصي فإن ذلك بالبرهان الإني، وهو الانتقال من المعلول للعلة، يكشف عن أن هناك ثغرة في إيمانه وفي قلبه. الإنسان الكامل الإيمان لا يمكن أن يعصي، لأن العاصي لا يعصي كما في رواية أخرى وهو مؤمن. الذي يسرق من هذه الجهة قلبه ما كان مملوء بالإيمان، ما الذي بعثه نحو السرقة؟ ضعف إيمانه، فلم يكن قلبه هذا الشخص الذي يكذب أو يغتاب أو ينم أو يتهم أو حتى يتكبر على خلق الله أو يحسد، حتى مساوئ الأخلاق تدفعها هذه الكلمة بإطلاقها. هل يعقل أن يكون من ملئ قلبه إيمانا حسودا أو يحسد ولو في لحظة واحدة؟ في تلك اللحظة ليس قلبه ممتلئا إيمانا، هناك علاقة الضدية والتضاد بين الإيمان الحقيقي، بين أن يكون القلب ممتلئا إيمانا متموجا به بحرا زخارا من الإيمان، وبين أن يحسد أو أن يحقد أو أن يتكبر أو أن يصاب بالعجب أو الكبر أو الرياء أو السمعة أو حب الدنيا أو حب المال أو حب الذكر أو حب الشرف. أعاذنا الله وإياكم من ذلك بأكمله. هي سيدتنا وهي القدوة لنا، علينا أن نحاول أن نتأسى بها. واضح أين الثريا وأين الثرى، لكن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فلنسعى أن الإنسان يكون قلبه قدر المستطاع لا يترك فيه مجالا لغير الله، لا يترك فيه حيزا لغير حب الله، لا يترك فيه مجالا
لغير الإيمان والورع والتقوى والفضيلة هكذا. إذن هذه الكلمة الأولى التي يمكن أن يستند إليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: ملأ الله قلبها إيمانا. الكلمة الثانية: ما عطفه صلوات الله وسلامه عليه على قلبها، حيث قال: ملأ الله قلبها وجوارحها. الجوارح إذا امتلأت إيمانا فلا يعقل أن تصدر منها المعصية. العين لو عصت بنظرة محرمة فإنها ليست ممتلئة إيمانا، واضح. وكذلك الأذن لو سمعت ما لا ينبغي أن يسمع، وكذلك الجوارح الأخرى. فملأ الله جوارحها إيمانا وملأ الله. لاحظوا الدقة. تارة أنا أقول أنه أنا أستظهر أن فلان أو أشخص أو أقطع بأن الله ملأ قلبه إيمانا، وأزيدكم توضيحا وأزيد نفسي أنه لو أنا اطلعت على أن هذا في قلبه حقد لمؤمن، هل يصح مني التعبير بملأ الله قلبه إيمانا؟ لا أعبر، ولو عبرت أعلم بأن عبارتي مو دقيقة. لو رأيته يكذب أو يغتاب أو يسرق أو يرابي أو يظلم زوجته أو أهله أو عشيرته أو حتى منافسه، هل أستطيع أن أقول هذا قلب مملوء إيمان؟ لا أستطيع أن أقول ذلك. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ ملأ الله قلبها وجوارحها. ملأ الله، إذن هناك تدخل غيبي مباشر، لكن نظرا لقابلية القابل كما أوضحناه في محل آخر، نظرا لنجاحها في امتحانات العوالم السابقة صلوات الله وسلامه عليها. يعني هذا الفيض، هذا العطاء، هذه العصمة الممنوحة لها ولهم صلوات الله وسلامه عليهم لم تكن عبثا وترجيحا للشيء بلا مرجح، ولا أقول لما لم أمنح أنا العصمة كي أكون في رتبة أعلى. يا ممتحنة امتحنك، الخطاب للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. يا ممتحنة، أكرر، امتحنك الله الذي خلقك في هذا العالم، الذي خلقك قبل أن يخلقك في هذا العالم، إذ خلقك في عوالم سابقة، كما هذا البحث مفصل في محله: عالم الأرواح، عالم الظلال، عالم الأنوار. هناك عوالم عديدة لا مجال لبحثها الآن وتستدعي أشهرا من الكلام. عالم الأشباح، هذه عوالم مذكورة في لعله المئات من الروايات. هنالك كلنا امتحنا، فعلى ضوء مدى نسبة نجاح المرء في ذلك العالم منحه الله العديد من الدرجات في هذا العالم. إذن ملأ الله، ملأ الله، ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا، ولمزيد التأكيد إلى مشاشها، حتى لا يبقى أدنى ترديد في قوة هذا الإطلاق وسعة هذه الشمولية. أن العبارة مو عبارة مجازية، لا، حقيقية دقيقة. ففرغت الوجه الآخر للاستناد إلى إثبات عصمتها بهذه الرواية. وهنا أقول وعلق تعليقا مهما من صلب الموضوع، نقول علماء الكلام جزاهم الله خير الجزاء وفقهائنا والأصوليين بالمناسبة، أما هذا الدور الأساسي لعلماء الكلام والعقائد، هؤلاء لم يقصروا في إقامة الأدلة على عصمة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لم يقصروا، وقد أقاموا على ذلك الأدلة العديدة القرآنية الظاهرة البينة، كآية التطهير مثلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغيرها. إلا أن الكلام هو كم ترك الأول للآخر، لو شمر
بعض الأعلام عن ساعد الجد لدراسة المئات من الروايات الأخرى التي لم يتطرق لها السابقون والتي يمكن أن يستدل بها على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى الكثير من البحوث العقدية الأخرى، لوجدتم هذا المجال بحرا واسعا من الفكر ومن العطاء. هذه الرواية من النماذج على ذلك. الرواية واضحة لكن كانت تحتاج إلى إلفات، وكذلك تلك الآية الشريفة. الشاهد الآخر في الآية في الرواية: ففرغت لطاعة الله. العبارة جدا دقيقة، فرغت، يعني حتى وهي تدير الرحى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليها وتجري الدماء من أيديها، حتى وهي في تلك الحالة فرغت لطاعة الله، قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى. حتى وهي تدير شؤون المنزل، الإنسان المتيم بحب الله، الإنسان الولهان بشيء لا يشغله شيء عما تيم به، الشخص اللي حقيقة يعشق شيئا ربما يتحدث معك لكن أنت تشوفه في عالم ثاني، هذا هو المتيم حقا. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت هكذا: وقلبي بحبك متيما. هذه الحوراء الإنسية صلوات الله وسلامه عليها فرغت لطاعة الله في آناء الليل، في أطراف النهار، وهي في داخل المسجد المنزل، وهي تلقي تلك الخطبة القاصعة في المسجد، فرغت لطاعة الله، تمحضت في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الأنموذج، هذه المرأة المثالية صلوات الله وسلامه عليها فرغت لطاعة الله. وهل يعقل ممن يوصف بأنه فرغ لطاعة الله أن يعصي الله طرفة عين؟ لا يعقل ذلك، لا يجتمعان أن يكون الإنسان قد فرغ لطاعة الله حقا ثم يخطئ ثم يجني ثم يفعل ما يفعل. والحديث حول هذه الرواية أوسع من هذا المقدار، لكن نكتفي بهذا القدر. في الواقع إحنا كان هذا البحث تمهيد للاستمرار في تتمة رواية الرواية التي بدأنا بها، هذه السلسلة من المباحث حول الصلاة، لكن يبدو أن المقدمة كانت تستحق بأن تعطى بعض الوقت، وهي تستحق أن تعطى أكثر من ذلك، فنحيل بقية الحديث للأسابيع القادمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوانحها وجوارحها إيمانا، وفي رواية أخرى فيها مزيد دلالة إيمانا ويقينا، إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن يحيي الشعائر الفاطمية، ويحيي ذكرى سيدة نساء أهل الجنة، ويحيي ظلامتها ومظالمها، وينشرها على ربوع البسيطة والعالم، ويكون من أولياء الله حقا ومن المتبرئين من أعدائهم صدقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.